السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحياكم إخوتي الأعزاء في وصفة جديدة من وصفاتنا مجربات من الطب البديل. وكما تعودنا دائما أن وصفاتنا بسيطة سهلة في متناول الجميع، وهي من مجرباتنا من الطب البديل. آبائنا، أمهاتنا، أجدودنا، كيف كانوا يشتغلوا مع الأطفال، كيف كانوا ما يشتغلوا مع الكبار، كيف كانوا يتعالجوا. ما كان في لا مستشفيات، ولا كان في تطور بالعلم، ولا كان في كل هذه الأمور، فكانوا يستخدموا وصفات بسيطة جدا في متناول الجميع. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن شيء اسمه الأبهر. الأبهر أو ما يعرف بالعرق الوثّاب، بدول الخليج بيسموه الأبهر لارتباطه بشريان الأبهر بالقلب. احنا بنسميه العرق الوثاب بدول الشام وبعض المناطق، فله مسميان، اما ان نسميه الابهر واما ان نسميه العرق الوثاب. هذا شو اعراضه؟ المشكلة انه اعراضه متشابهة جدا مع اعراض لفحة الهواء القوية، اعراض متشابهة جدا مع الخلجة، اعراض متشابهة جدا مع اعراض مسك الرقبة. هذا اعراضه، هو عرق بيلتوي تحت لوح الكتف اليسار. بدك تعرف الانسان معاه عرق وثاب تحت لوح الكتف، لوح الكتف بالضبط، اضغط عليه، اذا تألم من هذه المنطقه معناته معاه العرق الوثاب. كيف كانوا يعالجوه؟ الان في معالجين ومختصين وكبار بالسن لهم طرق في علاجه. ببطحك على بطنك وبرجله، بقفى رجله من تحت مرتين ثلاثة، برجع هذا العرق لمكانه وبترتاح. هذا بحاجة إلى اختصاص، يعني بحاجة إلى ممارسة، يعني هذا بدأ شخص ممارس على هذا الموضوع، مش أي إنسان ممكن يعمل لك إياه يعني برجله أو بإيده، لأنه هذا العرق مرتبط بالقلب يسمى الأبهر، ففي منه خطورة. شرحنا قديما وفي فيديوهاتنا موثقة احنا بنعالجه بعشبه القضبان، لانه بتعطي حراره قويه، الحراره القويه هذه بتعمل ارتخاء في العضلات، ومن ثم العرق بعود الى مكانه الطبيعي. راح اترك لكم الرابط عن عشبه القضبان واستخداماتها في الوصف في اسفل الفيديو وايضا في الدائره البيضاء. لكن اللي ما بيقدر يحصل عليها لانه هذه معروفه عشبه القضبان، عشبه القضبان غير موجوده في كل المناطق، يعني بحاجه الى مجهود وغير موجوده خاصه في دول الخليج العربي، نادره جدا، في بعض دول افريقيا نادره، يعني هذه في بلاد الشام اكثر شيء. فجبنا لكم وصفه بسيطه بتعملها عندك بالدار، بتحطها بمرتبان عندك زي هيك نص كيلو، وبتحتفظ فيها عندك لأي آلام، آلام رقبة، آلام ديسك رقبة، ديسك ظهر، لأنه آلام الأبهر متشابهة مع آلام ديسك الرقبة. بروح بعمل صور رنين مغناطيسي في الشيء برقبته، بروح على الطبيب، مرخيات عضلات، دهونات، ما دهونات، وما بتجيب معاه نتيجة، بظل يتألم من الأبهر. فياريت نسجل هذه وصفة من الوصفات المجربة، إن شاء الله 3 4 أيام 5 أيام على حسب شدة الالتواء في هذا العرق، أو على حسب ما إحنا بنحكي له قديش عنيد، قديش عنيد بده وقت. يعني ممكن إذا كان بسيط ممكن بأول يوم ثاني يوم إن شاء الله مع التدليك بهذا اللي إحنا بنكتب لكم إياه الآن، وراح أتركه بالوصف إن شاء الله ينتهي الموضوع. أولا بنجيب زنجبيل أخضر من السوق، من عند تبع الخضرة، بنجيب زنجبيل أخضر طازج. يعني الآن أنا بدي أحكي بالكميات، اعتبرها متساوية كامل الكميات، يعني خلينا نحكي 100 جرام من كل نوع عشان تعمل كمية تكفيك، أو 200 جرام ربع كيلو عشان تكفيك، تعمل لك نص كيلو يكفيك، لأنه هذا بحاجة إلى عمل. زنجبيل أخضر طازج، كركم معروف الكركم وهي صورته موجودة، قرفة، عيدان القرفة أيضا معروفة، قرفة معروفة، القرنفل ايضا تجده عند العطار، القرنفل، ماء الورد او زيت الورد ايضا بتجده عند العطار، زيت الورد، زيت الزيتون موجود عندك بالدار. هذه كلها ناخذها بكميات متساويه، نضعها بخلاط المولينكس، خلاط المولينكس الكل بيعرفه، وبنضربها، بنضل نضربها لحد ما تصير مثل العجينه او مثل اللبخه.
إما بنستخدمها كلبخات توضع على المنطقة، وأنا بفضل إنه نجيب قطعة قماش زي ما كانوا يعملوا جدودنا يوم ما كانوا يروبوا اللبن واللبنة. فبفضل أنا نجيب قطعة قماش ندير هذا كامل فيه، بحيث نصفيه في صحن في وعاء أو في علبة، نستخلص زيته كامل. المنتوج اللي بيطلع معك هو زيت من مجموع هذه المواد، احتفظ فيه في مرتبان مثل هذا واستخدم منه مرة صباحا مرة مساء. تدليك دائري عكس عقارب الساعة، تدليك دائري عكس عقارب الساعة لمدة 10 دقائق، ربع ساعة، قد ما بدك، بدك نص ساعة، لكن كل ما ينشف عن ظهرك حط كمية زيت، ضع من هذا الزيت وخلي زوجتك أو ابنك اللي موجود عندك في البيت يعمل لك هذا المساج أو والدتك. ممكن إذا ما بدك تجيب هذه الخلطات وتتغلب فيها يا سيدي، روح على العطار جيبهن زيوت جاهزة، زيت الزنجبيل وزيت القرفة وزيت الكركم وزيت القرنفل، جيبهن جاهزات. لكن انا اعطيتك الطريقه اللي تضمن انه منتجك 100%، يعني ما عليه كلام، يعني ما يكون مغشوش او يكون مثلا نسبه فاعليته 50 60%، فهذا بكون عندك هيك كامل، بكون منتجك صحي 100% ان شاء الله. فيا اخوان يعني ان شاء الله انه هيك بنكون يعني اعطيناكم شيء من مجربات الطب البديل اللي بكون مستعصي معاه وجرب هذه الزيوت، مستعصي معاه ما إله غير عشبة القبار، لأنها بتعطي حرارة قوية لله الحمد، بنعالج فيها ديسك الرقبة، بنعالج فيها ديسك الظهر، ونتائج مثبتة في الفيديو في الوصف. استمع إلى الفيديو في الوصف، الفيديوهات عن عشبة القبار لعلاج ديسك الرقبة، ديسك الظهر، المفاصل، الركب موجودة عندي على القناة. اعمل اشتراك للقناة واحضر الفيديوهات، إن شاء الله أنك راح تجد الفائدة الكثيرة من هذه الوصفات. ختاما شكرا لكم، لا نريد أن نطيل عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو إذا أعجبك، أعطي هاي الوصفة لحبايبك، احتفظ فيها في مرتبان، خليه عندك بالدار تستخدمه لأي شيء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.